بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله تعلن انطلاقة أشواط السودانيات بعد انتهاء أشواط الحيل والزمول المهجنات وكذلك العمانيات. مشاهدي الأعزاء، نصل في هذه المرحلة الخاصة لفئة السودانيات، ينطلق على البركة مشاهدي الأعزاء الشوط الأول ضمن ترتيب أشواط السودانيات، وهو شوط مخصص للإبكار والحيل من مسافة 8 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك أب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة الشوط ونتابع مشاهدي الأعزاء شعار سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري يتقدم في أول المراكز مع الباح على المقدمة، بينما المركز الثاني القادمة شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد في المركز الثاني وثالث المراكز. نتابع الأسماء القادمة، وهنا مشاهدين الأعزاء القادمة بكل قوة. نتابع مشاهدينا الكرام، هنا الوصول من قبل اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي يتقدم في المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هذه الصمود لفهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يتواجد مشاهدي الأعزاء في هذه المعركة مع القادمة الصمود في رابع المراكز، وخامس التحديات هيدمان محمد بن معجب محمد بن أجبع الخيارين القادم مع هيدمان مع المركز الخامس. ولكن اللي غيرت شعار بن جرحة مع جولة علي بن محمد بن صالح بن جرحة بن مري شعار المبتكر القادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء قوية في هذا في هذه الفئة، فئة السودانيات وتحديات هذه الفئة العجيبة. وهناك أيضا نتابع مشاهدي الأعزاء ونعود إلى البداية لنتابع الأمور والسيطرة مشاهدي الأعزاء من قبل الباه سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري يتواجد على المركز الأول وينطلق في هذا التحدي الجميل والرائع. ولكن شعار العطية مع شقرة في ثاني المراكز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث النقلة مباشرة مع الصمود فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر القادم في ثالث المراكز، وشعار المبتكر شعار أيضا بن جرحب القادم مع جولة. وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء، هذه مشاهدي الأعزاء جولة لعلي بن محمد بن صالح بن محمد بن جرحب المري، بينما المركز الخامس اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى في هذا النداء عبر قناة الريان الفضائية وعبر الأثير الـFM. نتابع تحديات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ونعود مشاهدي الأعزاء مجددا إلى الشوط ونتابع الأمور مع الباه سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري يتقدم، ولكن شعار المبتكر غير في هذه اللحظات مع جولة في هذا التحدي الجميل. علي بن محمد بن صالح بن جرحب المري يقدم لنا جولة بجولتها الأصيلة وبجولتها أيضا هنا مشاهدي الأعزاء في هذا التقدم اللي غيرت مباشرة وخطفت المركز الأول. المركز الثالث الصمود فهد بن أحمد بن فهد الخاطر مع المركز الثالث ورابع التحديات. أتابع الوصول من قبل اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي، وخامس التحديات هذه شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المصرح لها بالإذاعة والنداء. ونعود مشاهدينا الأعزاء ونترقب أيضا أسماء قادمة ما بعد المراكز الخمسة الأولى. هناك شعارات خطيرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل. نعود إلى البداية إلى جولة مع أبو علي يقدم لنا جولة. علي بن محمد بن صالح بن جرحب المري يتواجد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني
المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء. هذه الصمود فهد بن احمد بن محمد بن فهد الخاطر يحتل المركز الثاني ويتواجد شعاره مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث نتابع الصمود فهد بن احمد او هنا مشاهدينا الاعزاء القادمه والمنطلقه في هذا التحدي الجميل والرائع. علباه سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري، بينما المركز الرابع نتابع اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي، وخامس المراكز شعار العطية. يتواجد مشاهدينا الأعزاء مع انطلاقة شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على خامس المراكز. نعود إلى الصدارة ونعود مع شعار بن جرحب. شعار بن جرحب نتمنى لك التوفيق ولكل المشاركين في هذا الشوط. هذه جولة مشاهدي الأعزاء تتصدر وتنطلق بهذا الأداء المميز وبهذا العرض الجميل. هذه جولة علي بن محمد بن صالح بن محمد بن جرحب المري يتواجد مع المقدمة يقدم لنا الجولة، ولكن هنا القادمة مشاهدينا الأعزاء الصمود مع ثاني المراكز. فهد بن احمد بن محمد بن فهد الخاطر يحتل المركز الثاني وثالث التحديات. علباه سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري يتواجد مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتابع اليمامة من تحلق في رابع المراكز وتنطلق بشعار محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي، بينما المركز الخامس نتابع شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. السيارة بالانتظار، تويوتا لاند كروزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الاول. ونعود الى شعار بن جرحب. شعار بن جرحب يبحث عن ناموس مميز في هذا المهرجان الغالي. هذه جوله على الصداره، جوله ولكن يا بن جرحب هناك اسماء قادمه. لوحه الثلاثه كيلومترات، خمسه كيلومترات انقضن من عمر هذا الشوط، يتبقى ثلاثه كيلومترات اخرى عن تحدي مميز ورائع. شعار العطيه مع ثاني المراكز، مقدم لنا شقره للسيد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. والمركز الثالث، المركز الثالث سيوف فراب العتيق بن محمد ال بريد المري يتواجد لاول اذاعه بهذا الشوط. تصل سيوف، هذه سيوف مشاهدينا الاعزاء. بينما المركز الرابع نتابع الباه سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري في المركز الرابع وخامس المراكز. خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء، نتابع المتقدمه في هذه اللحظات. عزامة لراشد بن حمد بن راشد بن مريزيق المري، يصل شعار بن مريزيق لأول إذاعة، ينضم مع الخمس المراكز الأولى الفايف ستار على مقدمة الشوط. ولكن سيوف مع البداية، فراب العتيق بن محمد آل بريد المري يقدم لنا سيوف، ينطلق بالصدارة، ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن من الجانب الآخر شعار العطية شقرة مع العطية وجولة مع بن جرح في المركز الثالث. ولكن شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وهنا جولة تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة والتحدي لشعار المبتكر علي بن محمد بن صالح بن محمد بن جرحب المري مع ثاني المراكز وثالث التحديات. أتابع علباء سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع سيوف فراب العتيق بن محمد آل بريد المري. ومن الجانب الآخر يا أبو حمد نتابع مشاهدين الأعزاء الوصول في هذه اللحظات من قبل نسيم. يا نسيم الصباح، الله، عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي القادم مع نسيم لأول إذاعة يصل، وكذلك الأسماء القادمة. أتابع العنود محمد بن أبخيت بن حمد بن قريع المري في المركز الخامس، وكذلك الوصول وصلت حبوبة المرشحة في هذا الشوط، أو رعبوبة اللي في المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني.
بمتابعة المضمر عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفران المري، من يتابع رعبوبة صاحبة الموتر في ميدان الشهيد في بطولة الكويت. هذه مشاهدي الأعزاء رعبوبة تتسلل من مركز إلى مركز، ولكن الصدارة مع شقرة، شقرة مع الفوز، شقرة مشاهدي الأعزاء بشعار العطية يتواجد مع المركز الأول، ينطلق ويندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط. السيارة بالانتظار يا العطية، السيارة مع شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن القادمة، القادمة علباء، الله يا علباء، سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري في المركز الثاني، والمركز الثالث نسيم عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. الكيلو المتر الاخير، الكيلو الخطير، ولكن العنود، العنود مع بن قريع، الله يا بن قريع، الله يا بن قريع على هذا الاداء المميز. محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري يقدم لنا العنود، عنود الصيد يا بن قريع. هذه العنود مشاهدي الاعزاء تنطلق في مقدمه الشوط، تنطلق بناموس هذا الشوط، العنود مع الصدارة، ولكن شقرة، شقرة مع العطية، والعنود مع بن قريع، اللحظات الحاسمة، وكذلك الوصول الخطير من قبل مزنة حفيظ الناصر بن حفيظ آل حفيظ المري القادم مع شقرة. هنا أيضا مشاهدينا الأعزاء مزنة في المركز الثالث، ولكن العنود مع البداية، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، ولكن الله، الله يا شقرة، شقرة والعنود، وهنا مزنة، مزنة مشاهدينا الأعزاء تصل في الأمتار الأخيرة، ولكن المنافسة ما بين الثلاث المراكز الأولى. شقرة مشاهدي الأعزاء وشعار المبتكر قادم، قادم مع جولة، ولكن الناموس مع العطية، الناموس مع العطية يقدم شقرة، شقرة مع العطية، تهارينا، تهارينا والناموس للعطية. هنا مشاهدي الأعزاء نتابع لحظة وصول شقرة إلى خط النهاية، خاطفة الناموس والسيارة، تهارينا والف مبروك. المركز الثاني العنود محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، المركز الثالث مزنة حفيظ بن ناصر بن حفيظ المري، المركز الرابع وصلت في جولة لعلي بن محمد بن صالح بن جرحم المري، وخامس المراكز كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل سمرغند عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن شريدة العذبة المري. شوط مثير مشاهدي الأعزاء، تهانينا ونموس لمالك شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. تابعنا المنافسه الشيقه على ارضيه ميدان الشحانيه وحضرت شقره، تهانينا ونموس لمالكها على هذا الفوز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. توقيت الزمن 12 دقيقه و 47 ثانيه وست اجزاء من الثاني، تهانينا ونموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام العنود، قدمت اداء وعرض يشكر عليه محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، 12 دقيقه 48 ثانيه واربع اجزاء من الثانيه، تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث، هذه مشاهدينا الاعزاء مزنه اتت في الامتار الاخيره وخاطفه المركز الثالث، حفيظ بن ناصر بن حفيظ المري، وتوقيت الزمن 12 دقيقه 48 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.